لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا إياه. لن ينسانا الله، لا ينسانا الله، ستحط قلوب وجباه على أرضه شوقا وصلا. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، لا ينسانا الله. بسم الله والسلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح ندير 4 كار او فروي سيك، يعني 4 أرباع بالفواكه الجافه. دونك عندي 4 مواد فيهم الربع، الربع اللي هو 250 غرام. عندي 250 غرام البيض، هنا خرجوا لي 5 حبات متوسطين تاع البيض، 250 غرام مارغرين ولا زبده طريه، 250 غرام سكر كريستاليزي، 250 غرام فرينه، قرصة ملح، لافاني، وعندي كيس خميرة كيميائية فيها 10 غرامات. دوك نبدأ نخلط، ندير 250 غرام تاع السكر. أنا ما راحش ندير كاع هاد الكمية، الكمية تاع 250 هو كاس معمر مليح زائد واحد هكداك مغرفة. أنا بيان سور درت غير هاد الكمية، سيتو، هدايا ما نديروش، نخليه. أنا بو مو بزاف عليا السكر، تجي ناقصة شوية سكر خير ما تجيني سكري. دونك راني درت الكمية تاع السكر، دوك نزيد لها لا مارغرين، نزيد لها لا فاني، نزيد لها قرصة ملح، نزيد لها شوية. أنا استعملت لا فوي اللي هو لوكا، ونخلطهم مليح. بالنسبه للمواد الجافه خديت كميه تاع الكيوي المجفف، هنا كاين 50 غرام، هنا زبيب 50 غرام، هنا لابريكو ساك ثاني خديت 50 غرام، وهنا اون ترونش دانانا سيشي، هاي خديت ثاني اون ترونش فيها 50 غرام. بالنسبه للجوز راح ندير كميه قليله، ما نضربوش فور كي نكسرو لانه باش ما نديروش اهتزازات على طاوله العمل. هنا هذا الجوز راني قسمته، دوك نقسمو قطع صغيره ونخلي حبيبات للتزيين. هي البرك انا باش نصور راني ندير هنا، مي سينو ندير فوق الطابله. انا نفضل نشري هكذا حبات، هكذا يعني سي بروبر، حتى واحد ما مسهم، ما فيهمش الغبار. انا جو بريفير هكذا خير، يكون الجوز طازج. لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا إياه. لن ينسانا الله، لا ينسانا الله، ستحط قلوب وجباه على أرضه شوقا وصلا. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، لا ينسانا الله. هاد البيض ندخل بالحبة، حتى تدخل مليح في العجينة باش نزيد الكمية الباقية.
شوفوا نقدروا نقسموا سوغ لو بلون دو طرافاي، ما يتشلح ما يحرق، يعني لو كنديروا له النار حاجه سخونه ما يحرقش، نقدروا نديروا فيه واش حبينا وشنو برك كحل يعني مد الظلمه، مي سينو فريمون هذا سي لو ميور. هادوما درت لهم شويه فرينه، خديت هذيك الكميه تاع 250، هنايا فيها 150، وفي الكاس الثاني كان 100 غرام، فرغته هنايا ودرت له المواد هادوما لي فروي ساك هكذا باش ما يحطوش في لو كيك اللي تحت. فوالا دوك نسبق قبل ندير الفرينه هذه، هنا ندير الفرينه هذه شويه مضيقه الحاله، مي بون معليش. 10 غرامات خميره كيميائيه، نخلط بشويه دوك، نحبس نضيف هاد الكميه لي فروي سيك، هنا نديرها ضربه صغيره ونحبس. اذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنيه مال وان زاد ما كسب، فكن راضيا ترضي الاله بامره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب، وكن راضيا لا تسخطن لشده، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب، وكن راضيا لا تسخطن لشده، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب، وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب، إليك غصونا دانية قطوفها. دوك ندخلهم في الفوق بريشوفي على 160 درجة ونشعل لا فونتيلاسيون. بعد ما طاب الميني كيك خليته حتى برد مليح، خديت لا جولي سخنتها شوية، ومن بعد طليتها بالبانسو فوق لي ميني كيك وزينتهم بالفواكه الجافة، كنت قسمتهم قطع صغيرة. لي ما عندوش الفواكه الجافة يقدر يطيب هاد لو 4 كار افيك لي زانغريديون دو باز، يعني ينحي ابار ينحي لي فروي سيك، ويحب يزيد لو زيس دو سيترون افيك لا فاني. انا قسمته باش تشوفوه الداخل يجي ان بو دونس باغابور للموسكوتشو. فوالا voilà.